مجموعة من التدابير اتخذتها هذه الثانوية التأهيلية بكراندو بإقليم ميدلت، إقليم قروي بامتياز لأن 97% من مؤسساته التعليمية متواجدة بالعالم القروي، وحيث فضل 95% من أولياء التلاميذ التعليم الحضوري. كتلاميذ خصنا نحترمو كاع الاجراءات، وخصنا نقراو في الدار، نقراو في المدرسه، حتى دوز هاد المحنه باش نتعاونو جميع، حتى دوز هاد المحنه. كنصح التلاميذ باش ما يبقاوش يمشيو لبزاف ديال البلايص وما يتنقلوش بزاف، حيت راه يقدروا يجيبوا هاد المرض لوالديهم والعائلات ديالهم. خطوره كبيره الا استعملنا الادوات متشاركين، داكشي علاش كل واحد فينا خصو يحترم القوانين اللي مطبقه علينا، وما يتشاركش الادوات ديالو مع الاصدقاء ديالو. لكنهم يتشاركون حافلات النقل المدرسي، وعدد منها لم يستطع تطبيق التباعد الجسدي، وقد صار معلوما أن الأطفال هم الأكثر حركية من بين الفئات العمرية، وقد يعتبرون ناقلين صامتين للعدوى. اتصلنا بجمعية ديال النقل المدرسي على أساس ندير لهم التوعية في اتخاذ التدابير الصحية فاش يجيبوا لنا التلاميذ المؤسسة، باش يحترموا التباعد الاجتماعي داخل الحافلات، التعقيم ديال الحافلات. أما داخل أسوار المؤسسة فيطبق بروتوكول صحي صارم يهدف إلى سلامة التلاميذ والأطر التربوية، وقد دبرت المديرية الإقليمية للتعليم غلافه المالي باقتطاعه من دعم مدرسة النجاح.